رأس قدس الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الكليريكي قداسا إلهيا في كنيسة سيدة البشارة للاتين في بيت جالا. تخلل القداسة تجديد الوعد الكشفي للمجموعة البابوية البيت جالية ومنحها البركة الإيمانية، كما أشاد الأب بوجي بدور المجموعة في خدمة الكنيسة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. من مبادئ الحركة الكشفية الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تدعو للواجب نحو الله فالوطن فالإنسان، ومن منطلق استمرارية مشوار المئوية للمجموعة البابوية البيت جالية التي كانت تسمى فرقة الكشافة الكاثوليكية البيت جالية للقديس نيكولاوس، أقيم قداس إلهي في كنيسة سيدة البشارة للاتين بيت جالا، ترأسه قدس الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي والمرشد الروحي للمجموعة قدس الأب حنا سالم وعدد من الآباء الأجلاء، وبحضور الراهبات والقادة ورواد الحركة الكشفية وقادة المجموعات وحشد من المؤمنين. تخلل القداسة تجديد الوعد الكشفي وكلمة للقائد ألبرت هاني قائد المجموعة، مستعرضا ومستذكرا محطاتها المختلفة، شاكرا كل من خدم فيها ممن رحلوا نحو الأمجاد السماوية وجميع من ساندها ودعمها طيلة مسيرتها، بالإضافة إلى شكر للأباء الكهنة لمباركتهم للحركة الكشفية. أعد بشرفي في أن أبذل جهدي، في أن أقوم بواجبي، فالله ثم الوطني فالإنسان، وأن أساعد الناس في جميع الأحوال والظروف، وأن أعمل بقانون الكشاف. أيدي سب اليوم عملنا قداس تذكاري بمناسبة ذكرى إعادة تأسيس المجموعة البابوية البيت جالية اللي سميت سابقا من أواخر العام 23 وبداية العام 24 باسم الفرقة الكشفية الكاثوليكية البيت جالية للقديس يوحنا المعمدان، وصادفت أنه تزامن هذه الذكرى مع عيد يسوع الملك ملك الكون ورب الأمجاد. احنا كلنا فخر بترأس الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الكليريكي اللي احنا بنعتبرهم جيران، وليس بالجدران فقط وإنما بالوجدان أيضا، فلهم منا كل التحية والتقدير. بنشكر فضائية نورسات على تغطيتها لهذا القداس ممثلة بأختنا القائدة مارلين الحذوي، كل احترام والتقدير لكل من شاركنا بهذا اليوم. طبعا نحن مش راح نحتفل احتفالات بهيجة نظرا للأوضاع العصيبة اللي عم بتعيشها أرضنا الفلسطينية النازفة بالدماء والشهداء في أرض الأنبياء، ولكن لاحقا إن شاء الله بس تستقر الأمور ونعيش بجو من الوئام والسلام إن شاء الله راح نطلق الاحتفالات بشكل رسمي، راح تكون موسعة ومختلفة ومتنوعة حتى نعطي هاي المجموعة حقها أمام الناس وفي هذا الوطن العزيز فلسطين. وفي عدة القداس أشاد الأب بوجي بالدور المهم لأبناء الحركة الكشفية في كل الظروف والأحوال والزمان والمكان، فيسوع الملك هو مثالنا في الخدمة وحب الآخرين. القراءة الأولى اليوم من حزقيال النبي بتركز على هذا الشيء كثير مهم، إنه في خبرة الجلاء لما بني إسرائيل افتقدوا
للوعد اللي هم نالوه من الله تعالى بسبب عدم أمانتهم لهذا الوعد. نرى في هذه الأيام استمرارية لعدم الأمانة، استمرارية لعدم الأمانة اللي هو ربنا بنادي فيها إنه الإنسان يهتم بأخوه الإنسان. نشوف عدم الأمانة اليوم في واقعنا في نهارنا، حتى نشوف إنه اللي منلاقيه في الكتاب المقدس مش أساطير، مش قصص أيام زمان، لا، هذا واقع، هي حقيقة. وبعد إعطاء البركة انطلق الجميع لإنارة شعلة المئوية في باحات المعهد الإكليريكي وعرض فيلم قصير لمسيرة المئة عام للمجموعة البابوية وتوزيع التقويم السنوي الجديد للمجموعة، على أن يتم الإعلان عن انطلاقة الفعاليات الرسمية في قادم الأيام حسب الظروف الميدانية والأمنية. اليوم بالعادة كشبيبة دائماً بنكون ننتظر هذا اليوم حتى نحتفل مع بعض ويكون لنا بصمة حلوة وفرح كبير، لكن للأسف في بلادنا بتمر بصعوبة كلنا بنعرف، وبانتكاسة غزة نازفة، فمن الصعب إنه نحتفل وإخوتنا في وطننا الحبيب فلسطين عمالهم بيعانوا من كل هالدمار ومن القتل العنيف اللي عم بيسببه الاحتلال لنا على مدار سنوات طويلة. لكن ممكن نتذكر ونحكي إنه حتى عيد يسوع الملك، إذا بنقدر نحكي إنه أول مرة في الحياة كان على الصليب مع ملكنا الحقيقي يسوع المسيح، فحتى أول عيد إجا حزين، لكن العيد ما بينتهي بهاي الطريقة، وإحنا اليوم هون لأن أبناء القيامة متأكدين إنه عندنا رجاء اللي هو يسوع المسيح اللي راح يزرع في قلوبنا أولا حتى نرجو القيامة، وسنقوم وسننتصر ورح نضل على عهد ملكنا نزرع الحب، وهذا دور الشبيبة، نزرع الحب بالرغم من الشر الموجود في العالم. للنورسات مارلين الحدوى من باحات المعهد الإكليريكي.